طريقة الشحن الرخيص في التيك توك، أهم شيء تروح تسجل الدخول من جوجل على طول، تسجل الدخول في التيك توك تمام. أنا عشان قد سجلت دخلني على طول، احصل على عملات، تروح للعملات تشوف 30,000 بكم مخصص، بعدين تدق 30,000 يطلع لك بكم، ب1392 ريال. تروح لبرنامج الحمار الأسنج تفعل، بعد ما تشترك فيه تفعل أمريكا أوكي، اشتراك ب15 ريال. ترجع للموقع تشوف 30,000 بكم، الآن الشحن أصبح بالدولار 318 دولار. أوكي يعني بكم؟ يعني ب1192، يعني وفرت 199، قرابة 200. بعدين تكمل الدفع وتشتري بالبايبال ولا بطاقة، كل انت حر.